صراحة الناس في غزة يعني تعبت كثير من مشاهد الحرب ومشاهد الدمار، فأخذت على عاتقي يعني وعلى نفسي كمصور أن أحاول أن أدخل يعني نوع من الفرح، نوع من البهجة على الأطفال، على الشيوخ في الحياة اليومية العامة. في ظل انه انقطاع كهرباء عندنا ما بتيجي ساعة او ساعتين، لكن كان انه التحدي بيكبر والتحدي عم بيزيد. كيف انا بدي اوصل 1000 عمل جميل ما بيحمل الم، ما بيحمل مشاهد دمار، ما بيحمل مشاهد حرب، من مدينة محاصرة تعبت من الدم، تعبت من الحرب، تعبت من القصف. هذه القيود يعني حرمت المصور الفلسطيني من التنقل، هو التنقل يعني حق يعني من حقوق الإنسان البسيط، يعني السفر، إنك تطلع تشارك العالم فرحتك يعني بجوائزك. أنا بالنسبة لي يمكن 4 ذهبيات، يعني كان صعب إني أطلع يعني أستلم الجائزة، كان صعب إني أطلع